Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها معاشر المسلمين والمسلمات عندما تتمكن الشهوات من الناس تحجب عنهم نور الطاعة وتضعف الإيمان في قلوبهم وزماننا هذا كثرت فيه الأهواء والشهوات مما يجعل المسلم يحتاج إلى أن يتذكر ويذكر بأمور الآخرة وما فيها من أهوال وحساب ونعيم وعذاب حتى يصير على حذر من الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء والأرض في هذا العصر قد امتلأت بأنواع الفتن وضجت من عظم الظلم ظلم الأفراد بعضهم لبعض وظلم الأمم بعضها لبعض فضعف الإيمان والإنغماس في الشهوات والتنافس على الدنيا كان من أسباب ظلم الأخ لأخيه والقريب لقريبه والجار لجاره وتحول السيادة والقيادة من أمة الإسلام إلى غيرها كان سبباً في انتشار الظلم بين الدول والأمم وأكثر الظلم في هذا العصر إنما يقع على المسلمين من قبل أعدائهم عبر منظمات وهيئات دولية تكيل بمكيالين وتزن بميزانين وإذا تفكر العبد في نفسه وتذكر مصيره وعلم أن الدنيا تزول وأن الحساب أمامه وأن ما عمل من عمل سيجده محضرا وأن حسناته توزن كما توزن سيئاته قاده علمه بذلك إلى اجتناب الظلم بأنواعه كلها سواء ظلم نفسه بالعصيان أو ظلم غيره وهذا تذكير بالحساب والذكرى تنفع المؤمنين وحديث عن ميزان يوم القيامة المذكور في كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه ميزان حسي كما قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له كفتان يقول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقد دلت النصوص النبوية على أن الأعمال توزن، وتوزن صحائفها وتوزن صاحبها. أما وزن الأعمال فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجه الشيخان. وأما وزن صحيفة العمل فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبة الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أخرجه أحمد صححه ابن حبان والحاكم والذهبي. أما وزن العامل فدل عليه حديث معاوية بن غرة رضي عن أبيه قال: كان ابن مسعود على شجرة يجتني لهم منها، فهبت الريح وكشفت عن ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، والكافر على العكس من ذلك، ولو كان عظيما ثقيلا في الدنيا فإنه يخف في ميزان القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. إنه لميزان عظيم يدعو كل عاقل للتفكر في عظمته، ميزان توزن فيه أعمال العباد كلهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل من هذه الأمة، إلا من استثني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومن الكفار الذين يقذفون في النار قذفا، لكن خلقا كثيرا ستوضع أعمالهم وأجسامهم وصحائفهم في الميزان لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فأي عظمة لهذا الميزان الذي لا يعرف قدره ووصفه إلا خالقه وواضعه سبحانه وتعالى. وقد دل على عظمته قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. إن العمل الصالح مع الإيمان بالله تعالى سبب لثقل ميزان العبد يوم القيامة، كما أن العصيان وظلم الناس وبخسهم حقوقهم
سبب لخفته. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على أعمال تثقل الموازين منها: التسبيح والتحميد وذكر الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى للمسلم فيحتسبه. أخرجه أحمد وصححه الحاكم. ومنها الخلق الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.